بالنسبة للسؤال الأول، يقول الميت في قبره يقال إنه ترد له الروح يوم الجمعة وينتظر زيارة أقاربه، فكيف تكون هذه الزيارة وماذا يعني يقال فيها؟ الجواب بارك الله فيك، هذه خرافة من الخرافات، والروح لا ترد إلى الميت إلا بصفة خاصة في حياة برزخية، وهذا يحصل من أول وهلة، يعني يحصل ذلك عندما يتولى عنه الناس وترد روحه في جسده، فإما يعذب وإما ينعم، ولا علاقة له بزيارة الأهل والأقارب، ولا يوجد شيء يتعلق بيوم الجمعة، ولكن الزيارة مشروعة بصفة شاملة في أي وقت، شريطة أن تكون لتذكر الآخرة وعدم القيام بشيء من المخالفات الشرعية، فلا بأس بزيارة القبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن زيارة القبور في أول الأمر ثم رخص فيها، فقال: ألا إني قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أمر للإباحة ولرفع الحظر الأول، ويشمل الرجال والنساء، ويشمل الرجال والنساء، هذا هو الراجح، والله سبحانه وتعالى أعلم.